ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور جليل السيد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة. دكتورة جليلة، بعد التحية، بعد مرور 6 أيام من إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، هل أطلعتينا على سير عملية التطعيم في المراكز الصحية في مملكة البحرين ومركز البحرين للمعارض؟ بفضل من الله والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والفريق الوطني لمجابهة كوفيد-19، تسير عملية التطعيم بكل سلاسة في المراكز الصحية وفق الخطة الوطنية للتطعيم. نعم، تم تخصيص قاعات للتطعيم ويتم تطعيم الفئات المستهدفة من خلال طواقم صحية مدربة على إعطاء اللقاحات في المراكز الصحية اللي عددها 27 مركز. بعد إعطاء اللقاح طبعا يكون على كجرعتين، الجرعة الأولى وثم الجرعة الثانية بفاصل 3 أسابيع تقريبا. لاحظنا خلال الأيام اللي بدينا فيها التطعيم في المراكز الصحية بالإضافة لمركز المعارض بعد التصريح لاستخدام اللقاح، هناك إقبال كبير جدا من كافة فئات المجتمع، وطبعا هاي الأمر يعكس الوعي المجتمعي العالي والثقة بالخدمات الصحية في مملكة البحرين، وهاي أمر مو جديد على مجتمعنا. نعم دكتورة جليلة، البعض ربما لا يزال متخوفا من سلامة ومأمونية التطعيم، هل بإمكانك تأكيد سلامة التطعيم وأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع؟ الموافقة على تسجيل أي لقاح في مملكة البحرين أو في أي بلد يمر متطلبات ومعايير عالمية ووطنية، فالموافقة على تسجيل هاي اللقاح في مملكة البحرين استوجبت متطلبات ومعايير دقيقة، وبالتحديد للقاح فيروس كورونا اللي هو كوفيد-19. في مملكة البحرين مرت الموافقات بثلاث مراحل، طبعا بعد التجربة السريرية وبعد التصريح الطارئ وللتصريح الحالي، هاي المراحل اللي بذكرها. نعم. في فريق الصيدلة الفني بقسم الرقابة على المستحضرات الصيدلانية اللي بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قام بمراجعة الملف المتكامل للقاح، وهي الملف يحتوي على دراسات سريرية اللي أجريت لهاي اللقاح ونتائج الدراسات الأولية وعملية التصنيع وضوابط المواد المستخدمة في عملية التصنيع، جميعها قام هذا الفريق المختص بمراجعتها. في المرحلة الثانية بيانات السلامة والفاعلية ونتائج الدراسات تم عرضها على اللجنة العلمية للبحوث السريرية بالهيئة، وهذه اللجنة العلمية مكونة من خبراء سواء كانوا أطباء أو باحثين وأكاديميين أيضا. ثم بعدها تم عرض نتائج هاي البيانات على لجنة التطعيمات اللي في وزارة الصحة. لجنة التطعيمات الفنية أيضا تضم خبرات مختلفة من قطاعات مختلفة ذات العلاقة، وهي بدورها توصي بالتطعيمات والفئات المستخدمة لها أو الواجب إعطاها حسب الأولوية للصحة العامة. جميع هاي المراحل اللي مرت فيها الموافقة أكد من خلالها المختصين والخبراء أن المعلومات المتوفرة تأيد الموافقة على إدخال هاي اللقاح، وأن نتائج السلامة والفاعلية تسمح بالموافقة على استخدامه للفئات الموجودة حاليا، وهي كافة المجتمع من عمر 18 عام فما فوق. نعم. اللقاحات اللي تم اعتمادها أجريت عليها الدراسات على أعداد كبيرة من المتطوعين، سواء في البحرين بالنسبة إلى لقاح كوفيد-19 اللي موجود حاليا، أو في دول أخرى مثل الإمارات وغيرها. بيّنت النتائج الأولية عدم وجود حالات لمضاعفات شديدة جدا مرتبطة ارتباط مباشر باللقاح وخطيرة، بحيث أنها أدت إلى إدخال للعناية المركزة أو الوفاة لا سمح الله. هذا على ضوء النتائج الأولية. نعم، إذن دكتورة جليلة، لا داعي لتخوف المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين بالمبادرة لأخذ اللقاح، وأنا شخصيا أضم صوتي إليك لأنني اليوم ذهبت لتلقي اللقاح وكانت العملية جدا سلسة ومنظمة من قبل القائمين عليها. الدكتورة جليلة السيد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.